مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا مجددا في هذا الفيديو على قناتكم قناة حسن سوسيال. في هذا الفيديو ده إن شاء الله غادي نعرفوا يعني الطريقة السهلة والبسيطة من أجل حجز الموعد عن طريق بوابة لانرسا، يعني خدمات لانرسا. هذه البوابة إخواني الكرام يعني عملتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل تسهيل وضع الطلبات وكذلك إيداع شهادة الملكية أو شهادة التسجيل أو رخصة السياقة وما إلى ذلك من الوثائق اللي كنسحبوها من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عبر مختلف المديريات الإقليمية ديالها، أي مراكز تسجيل السيارات أو كما هو معروف يعني عند العموم الأشغال العمومية. فهاد البوابة إخواني الكرام يعني صراحة ساعدت كثيرا يعني من اجل التخفيف عن داك المساله ديال الاكتظاظ وديال في مختلف الادارات، يعني خاصه ان مصلحه الاشغال العموميه دائما يعني كتجبرهم مكتظه بالزبناء من اجل المواطنين، من اجل يعني اقتناء مختلف الاغراض الاداريه سواء تجديد رخصه السياقه او تجديد البطاقه الرماديه وما الى ذلك من الوثائق التي تناط بهذه المؤسسة أي وزارة أي مراكز تسجيل السيارات. فنخليكم إخواني الكرام يعني باش ما نطولش عليكم في هذا المدخل هذا، يعني غادي نخليكم مع واحد الشرح مفصل عن الطريقة ديال وضع طلب يعني تجديد رخصة السياقة، وكذلك يعني في حلقة قادمة إن شاء الله يعني عبر نفس البوابة وبنفس الطريقة يعني غادي نعرفوا الطريقة ديال طلب جديد رخصة شهادة الملكية أي البطاقة الرمادية، وكذلك يعني بنفس الطريقة وعبر نفس البوابة أيضا يعني غادي نتبعوا طرق أخرى من أجل معرفة يعني كيفاش نوضعوا الملف التقني ديال بخصوص الفحص التقني للسيارات وكذلك حجز المواعيد بهذه الخصوص. فصراحة إخواني الكرام يعني الدولة المغربية في شخص الوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وعبر مختلف المديريات الإقليمية التابعة لها صراحة ساهمت بشكل كبير وبشكل فعال من أجل التخفيف من وتيرة الاكتظاظ كما قلت سابقا إخواني الكرام من في سبيل خدمة المواطن وخدمة مصالحه، يعني بخصوص الولوج ديال هذا المرفق العمومي ديال المراكز التسجيل السيارات. فمن بعد اخواني الكرام يعني ما كان نقوموا بوضع الحجز الموعد ديالنا يعني كنتوصلوا بواحد الرساله عبر البريد الالكتروني اللي كنقوموا بالتعبئه ديالو في المنصه في الموقع في الحقول يعني المخصصه لهذا الطلب هذا، ومن بعد كنقوموا بطبع ذاك الوصل وكنتوجهوا به يعني كنجبروا فيه الساعه والاسم الكامل ديال صاحب الطلب وكذلك التاريخ اليوم وكذلك الساعه المحدده بهذا الخصوص. صراحة إخواني الكرام يعني كنقدم جزيل الشكر للإخوان يعني اللي كيسهروا على هذه البوابة ديال لانرسا خدمات .gov.ma، وصراحة يعني مجهودات جبارة وكلها في سبيل خدمة المواطن وتقريب الإدارة من المواطن وكذلك تقريب الإدارة الإلكترونية وتسهيل الولوج إليها بشكل فعال وبشكل يعني كيخدم الصالح العام ديال المواطنين وديال المرتفقين من هاد المصلحه هذه اي مراكز تسجيل السيارات. فباش ما نطولش عليكم اخواني الكرام نخليكم بعد هاد الفاصل مع الشرح المفصل كيفاش نوضعوا نحجزوا الموعد ديالنا عبر هاد البوابه هذه، وسواء يعني تجديد رخصه السياقه او تجديد شهاده البطاقه الرماديه شهاده الملكيه وما الى ذلك من الوثائق الاخرى. ففي هذا الجزء هذا ان شاء الله غادي نخصصوه فقط لتجديد طلب رخصه السياقه، فتابعوا اخواني الكرام هذا الشرح هذا وحاولوا ما امكن الله يجزيكم بخير انكم تبارطاجوا هذا الفيديو هذا مع الاخوان ديالكم مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا مشاهدينا الكرام بعد ما كندخلوا الموقع ديال لانرسا خدمات .gov.ma كنكليكي وكنهبطوا لتحت اخواني الكرام كما كتشوفوا كنديروا يعني رخصه السياقه، هنا كنختاروا نوع الوثيقه، ايداع ملف تبديل رخصه السياقه، ايداع ملف نادي رخصه السياقه، تسلم رخصه السياقه، طلب شهاده
التحقق من رخصة شهادة السياقة أو شهادة التسجيل. هنا هادو هما الاختيار الأربعة. حنا عندي الاختيار الأول اللي هو إيداع ملف نظير رخصة السياقة، وكنضغطوا على التالي. بعد ما كنضغطوا على التالي إخواني الكرام أخواتي الكريمات، كيعطينا هنا ندخلوا المعطيات الشخصية، الاسم الكامل، الرقم، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، رقم البطاقة الوطنية، الهاتف، والبريد الإلكتروني ضروري، وكنديروا العنوان السكن. هنا كنهبطوا لتحت كنديروا معطيات رخصة السياقة، كنديروا الرقم ديال رخصة السياقة إلا كان عندنا، إلا ما كانش عندنا كنخشيو التحتانية كنديروا لا أتوفر رخصة السياقة، وكنضغطوا على التالي، وموراها كنختاروا، كيعطينا المركز، وكنختاروا المركز ديال تسجيل السيارات اللي فيه المدينة ديالنا، وكنديروا التالي. هنا كتلاحظوا اخواني الكرام اللي بالصفر راه ديجا محجوزه، واللي بالاحمر يعني ما يمكنش تختار ديك التاريخ، واللي هما اللي كارو اللي هما بالخضر راه كيعطيك هذوك هما اللي فارغين، يعني يمكن لك تعمل لهم الحجز في ذاك التاريخ بالضبط. يعني كتشوفوا التواريخ، كيعطيك التاريخ ومعاه الساعه، يعني كتجبر 9 ل 10 ل 10 و4 ل 10 ونص ل 11 ل 11 كذا الى اخر، يعني كتختار انت الساعه واليوم اللي كيناسبوك باش كتمشي تقضي الغرض ديالك في مركز تسجيل السيارات. هذه هي الطريقه اخوان الكرام. فمن بعد ما كنختاروا يعني التاريخ وكذا واليوم هذا، كتشوفوا كيعطينا الصفحه هذه باش كنضغطوا على التالي، كيعطينا معطياتكم ومعطيات حول اختياركم، كنشوفوا الساعه وكنشوفوا يعني التاريخ هنا، يعني البيانات كامله داخله. من بعد كنديروا التالي، ملي كنديرو التالي كما كتلاحظوا كنديرو هنا وافق على الشروط والاحكام، كنديرو كونكوشيو، وكنديرو تاكيد تسجيل الحجز الموعد، يعني هذيك البوطون الاخضر كنديرو موافق. من موراها كيتسردنا اوتوماتيكمون، كيسردوا لنا لابواط ايميل ديالنا واحد الرساله باش كنوليو ناكدوا الحجز، وكنضغطوا عليها في لابواط ايميل ديالنا كما غتشوفوا بعد قليل، يعني كيسردوا لنا هذيك الرساله. فهنا كنأكدوا الطلب ديالنا. وواحد الملاحظه اخواني الكرام، يعني راه في 30 دقيقه، في نص ساعه الا ما درتوش هذه الاوبيراسيون هذه راه كيتلغى. ها انتم كتشوفوا في لابوط ايميل، كنضغطوا على هذا الرابط هذا اللي كيسردوا لنا في الايميل ديالنا، ومن بعد كندخلوا نفس الصفحه كيوجهنا لموقع النت، وكنهبطوا لتحت اخواني الكرام، وكنضغطوا على الطبع الحجز الموعد، كيخرج لنا في ملف بي دي اف، وكنقوموا بالطباعه ديالو، وكنديوه مع الوثائق ديالنا اللي عرفقوهم باش نوضعوهم في سيرفيس ديمين او مركز تسجيل السيارات. فكنتمنى اخواني الكرام انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، وتعم باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.